السلام عليكم يا شباب، ده يعتبر ده بارت 2 في ليكشر ان ليكشر 1. بارت 2 هنتكلم فيه على الكومبوننتس اوف ذا ماكرو ايكونومكس، او الكومبوننتس اوف ذا ماكرو ايكونومي اللي هو المكونات بتاعه الاقتصاد الكلي. طبعا عشان نتكلم على الكومبوننتس اوف ذا ماكرو ايكونومي الموضوع يعتبر معقد شويه، لان كل حاجه بتاثر في حاجه، يعني كل حاجه بتاثر في حاجه، فالتفاعلات بتكون كتير جدا جوه الاقتصاد الكلي. تعال نشوف مع بعض التفاعلات دي ممكن تتم ازاي، تعال نشوف ده في السلايد اللي جاي. طيب تعال بقى نشوف مع بعض هنا الـ components of the macro economy، المكونات بتاعة الاقتصاد الكلي. طبعا احنا بنتكلم على مكونات الاقتصاد الكلي، لازم نفهم زي ما قلت لحضراتكم اهوت انه عشان نفهم understanding how the macroeconomics work، عشان نفهم ازاي الاقتصاد الكلي بيشتغل، can be challenging، ممكن يكون ده تحدي. ليه؟ because a great deal is going on at one time، انه في تفاعلات كتيرة جدا بتحصل في نفس الوقت. ليه؟ everything seems to affect everything else، كل شيء يبدو واضح جدا بيأثر على الأشياء الأخرى، حاجة بتأثر في حاجة وحاجة بتأثر في حاجة تانية، كمية تفاعلات كتيرة جدا بتتم جوه المكونات بتاعة الماكرو ايكونومي. تمام، طب تعالى نشوف مع بعض يا ترى ايه هي المكونات او ايه هم المشاركين جوه الاقتصاد الكلي. ايه هي اللي هو تو سي، عشان نوضح تو سي ذا بيج بيكتشر، عشان نوضح الصورة الكبيرة. It is helpful to divide the participants in the economy into four broad groups، من مهم جدا ان احنا نقسم المشاركين في الاقتصاد لأربع مجموعات. مين هم الأربع مجموعات دول؟ أول مجموعة فيهم هو الـ Households، يبقى أول قطاع عندنا أربع، we have four main sectors in the economy، عندنا أربع قطاعات أساسية في الاقتصاد. أول قطاع فيهم هم مين؟ هم الـ Households. الـ Households اللي هم مين؟ اللي هم إحنا الأفراد، اللي يطلق عليه القطاع العائلي، الأفراد. جميل؟ طيب مين القطاع التاني؟ Firms. Firms اللي هم الشركات. تمام؟ طبعًا الـ Firms ده القطاع التاني، firms sector قطاع الشركات. طيب اللي هم بتنتج، اللي بينتجوا، والهاوسهولدز احنا كافراد بنشتغل عند الشركات وبنشتري منتجات الشركات، وفي نفس الوقت الفيرمز بتشغل الهاوسهولدز، بتشغل individuals وبتديهم income لما بيشتغلوا عندها. طب مين كمان؟ government الحكومه، يبقى ده السيكتور الثالث اهو، ذا government الحكومه. الحكومه اللي هي برضه على فكره في بعض الاحيان بتشتري من الفيرمز، تمام، وفي نفس الوقت ساعات في بعض الافراد بيشتغلوا عند الجفرمنت، مش كده؟ والجفرمنت بتدي للهاوس هولدز، بتديهم الجفرمنت ساعات بتديهم حاجه اسمها جفرمنت سبيندنج، انفاق حكومي بتصرف عليهم، تديهم سبسيدز مثلا اعلانات، وساعات الجفرمنت تدي الفيرمز، تديهم سبسيدز، تديهم حاجه اسمها جفرمنت سبيندنج، انفاق حكومي. لما الشركات مثلا بتتعثر، بيحصل ازمه اقتصاديه، بتعمل الحكومه عليهم حاجه اسمها جفرمنت سبيندنج. وعلى فكره والقطاع الاولاني اللي هو الهاوس هولدز والفيرمز، الاثنين بيدفعوا للجفرمنت، بيدفعوا لها حاجه اسمها تاكسز، تاكسز اللي هي التاكس اللي هي الضرايب، مش كده؟ يبقى لغايه دلوقتي الاقتصاد بيتكون من كام قطاع؟ اربعه، ثلاثه، هم اربعه منهم، واول واحد هاوس هولدز اللي هم الافراد، ثاني واحد الفيرمز اللي هم الشركات، ثالث واحد جفرمنت سيكتور القطاع الحكومي. مين الرابع؟ الرابع ده على اساس انه اقتصاد مفتوح، اوبن ايكونومي. اوبن ايكونومي يعني ايه؟ يعني اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بيطلق عليه الفورين سيكتور. الفورين سيكتور اللي هو العالم الخارجي، تمام؟ اهو ذا ريست اوف ذا وورلد، او ممكن نسميه ريست اوف ذا وورلد اللي هو العالم الخارجي، باقي العالم. اللي هو ايه الفورين سيكتور؟ القطاع الخارجي اللي احنا كدوله بنجيب من بره حاجات، بنجيب منه حاجه اسمها امبورتس، وبنصدر له حاجات اللي هو اكسبورتس، صح كده؟ imports and exports، صادرات واردات، هم دول الاربع قطاعات. يبقى اهو، يبقى we divide the participants in the economy into four main sectors: households قطاع العائلي او الافراد، firms الشركات، government and the rest of the world، او ممكن نسميه زي ما اتفقنا ممكن نسميه foreign sector اللي هو العالم الخارجي او القطاع الخارجي اللي هو صادرات واردات. تعال نشوف ده في السلايد الجاي. تعال نشوف مع بعض الـ Circular Flow Diagram in an Open Economy. طبعا احنا اتفقنا انه Open Economy اللي هو اقتصاد مفتوح، يعني ايه؟ يعني في اللي هو بنسميه الـ Foreign Sector اللي هو Rest of the World اللي هو في العالم الخارجي.
فانا منفتح على العالم الخارجي، يعني في صادرات وفي واردات، في اكسبورتس وامبورتس، صادرات واردات، تمام؟ ده معنى كلمه اوبن ايكونومي طبعا. وهنا بنتكلم ويز جوفرمنت، وفي حكومه جوه الاقتصاد ده. فاحنا هنشوف حاجه اسمها سيركلر فلو دياجرام، اللي هو الشكل بيوضح حاجه اسمها تدفق دائري. سيركلر يعني دائري، وفلو اللي هو تدفق، تدفق الدائري، التدفق الدائري اللي بيتم ان ان اوبن ايكونومي، في الاقتصاد القومي، في اقتصاد مفتوح. طبعا الديفينيشن اوف سيركلر فلو دياجرام يعني ايه التدفق الدائري دوت؟ ده معناه اللي هو it shows the income received and payments made by all sectors of the economy. يعني ده شكل بيوضح income received، الدخل اللي بي 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 بيدخل الاقتصاد، و payments made والمدفوعات اللي بتتم من خلال كل القطاعات الموجود في الاقتصاد. يبقى all income received and payments made by all sectors of the economy هو دوت اللي بيطبق عليه circular flow diagram، تمام؟ اللي هو مدفوعات والمستلمات او الدخل اللي بتستلمه كل القطاعات في الاقتصاد القومي. طبعا احنا عشان نعرف circular flow لازم نعرف انه الاقتصاد الاوبن ايكونومي بيحصل فيه equilibrium لما يحصل يتحقق الشرط التالي. الملحوظة دي في غاية الأهمية، خلي بالنا الملحوظة دي مهمة جدا 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 جدا، وهوريكم إن شاء الله بارت 3 مجموعة أسئلة مرتبطة بالإيكويشن دي، بالمعادلة دي. أهو the equilibrium condition، شرط التوازن in the open economy with government، في اقتصاد مفتوح ومع وجود حكومة، بيتحقق لما إيه بقى هو شرط الإيكويليبريم كونديشن؟ ان الويذدرولز او الليكجز اللي هي بنسموها اللي بيطلق عليها التدفق الخارج او التدفقات الخارجه، تدفقات خارجه يعني بتطلع بره الاقتصاد، او ممكن نسميها التسربات، تمام؟ ايكوال انجكشنز، انجكشنز اللي هو بنسميها الاضافات، الاضافات او يطلق عليها التدفقات الداخله. يبقى الايكوليبريم كونديشن in an open economy with government بيتحقق امتى؟ لما ال withdrawals اللي هو التدفقات الداخله، سوري التدفقات الخارجه، equal injections، injections اللي هو التدفقات الداخله، التدفق الخارجي سوى التدفق الداخلي. طب ايه التدفقات الخارجه؟ اللي بيخرج من الاقتصاد ثلاث حاجات، ايه هم؟ اول حاجه اس اللي هي savings، اللي هو الادخار. تي تاكسس، الشركات والافراد بيدفعوا تاكسس، فده بيطلع كان هم بيمنتس بيدفعوها، بتاعتها كانها حاجات بيدفعوها، تمام؟ اي ام اللي هي الامبورتس، امبورتس اللي هي عباره عن الواردات، لان انا بشتري حاجات من بره يبقى في فلوس بتطلع بره الاقتصاد القومي. فالثلاثه دول مع بعض يطلق عليهم حاجه اسمها تدفقات خارجه، او يطلق عليها اوت فلو. اوت فلو اللي هي الويذدرولز او الليكجز اللي هي التدفقات الخارجه او التسربات، اللي هم ثلاث حاجات، مجموعه ثلاث حاجات، اس سيفنج بلس تي تاكسس اللي هو الضرايب بلس اي ام اللي هو الامبورتس اللي هو الواردات. طب والانجكشنز اللي هو التدفقات الداخله او الانفلو، ده بتتكون من ثلاث حاجات. ايه بقى الحاجات اللي بتدخل الاقتصاد، الانكم اللي يدخل الاقتصاد؟ ثلاث حاجات. اول حاجه اي اللي هو الانفستمنت، انفستمنت اللي هو الاستثمار، الاستثمار دي حاجات بتدخل جوه الاقتصاد. جي اللي هو الجفرمنت سبيندنج، جفرمنت سبيندنج انفاق الحكومه، الحكومه بتصرف جوه الاقتصاد. اي اكس اللي هو اكسبورتس، اكسبورتس اللي هو الصادرات، لما بصدر سلع لبره بيجي له عمله صعبه بتدخل جوه الاقتصاد، يبقى ده يعتبر انكم ريسيفد باي ذا ايكونومي، تمام؟ يبقى الثلاثه دول مجموعهم اللي هو اي انفستمنت بلس جي اللي هو الجفرمنت spending plus EX اللي هو exports اللي هو الصادرات، الثلاثة دول يطلق عليهم ايه؟ injections، injections اللي هم اللي هو اسمه inflow، inflow اللي هو عبارة عن تدفقات داخلة، اللي هو الدخل اللي بيدخل البلد، جميل؟ يبقى مرة تانية واكتب عندك في الكراسة بتاعتك لأن الكلام ده مهم جدا، ايه هو الـ equilibrium condition؟ إن الـ withdrawals equal injections، الـ withdrawals اللي هو التدفقات الخارجة اللي هي عبارة عن ثلاث حاجات. اول حاجه سيفنج، تاني حاجه تاكسس، تالت حاجه امبورتس، مجموع الثلاثه دول هو ده الويذدرولز، جميل؟
equal injections اللي هو التدفقات، الدخله، الدخله اللي هو inflow اللي هو عباره عن ثلاث حاجات برضو، اللي هو investment اول حاجه، government spending تاني حاجه، EX اللي هو الاكسبورتس تالت حاجه. جميل اهو، بص يا شباب هتلاقي التفسير دوت اهو، بص withdrawals او الليكجز اللي هو عباره عن الاوت فلو، اوت فلو اللي هو التدفقات الخارجه، اوت فلو اوف فاندز المبالغ اللي بتخرج from the circular flow اللي بتخرج من التدفق الدائري، circular يعني دائري، flow اللي هو تدفق، تدفق الدائري. ودول عباره عن ثلاث حاجات، S اللي هي كانت saving plus T اللي هي taxes plus IM، IM اللي هو imports. جميل اهو، الثلاثه دول savings plus taxes plus imports. طيب طب ال injections، injections اهي، injections عبارة عن ال inflow من اسمها in، in the inflow، inflow يعني داخل، inflow تدفق داخل، inflow of funds المبالغ الداخلة to the circular flow. ايه المبالغ اللي بتدخل الاقتصاد القومي؟ ثلاث حاجات، ثلاث حاجات اللي هو investment استثمار، government expenditure او government spending اللي هو الانفاق الحكومي، وال exports اللي هي الصادرات. تمام، ادي الثلاث حاجات. طبعا احفظ المعادله دي زي اسمك لانها مهمه جدا 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 جدا. طبعا خلي بالنا انت ممكن يحصل ان هتلعب في المعادله دي، يجي لك مثلا يقول لك ايه الاكواليبريم كونديشن ان ذا اوبن ايكونومي ويز جفرمنت لما اس بلس تي بلس اي ام ايكوال اي بلس جي بلس اي اكس، صح؟ او ممكن يعمل ايه الاي ام الامبورتس لما تتحول الناحيه الثانيه تبقى بنيجاتيف، صح؟ يعني ممكن يقول لك ايه اس بلس تي وبعدين يجي الاي اكس يحولها الناحيه دي تبقى بنيجاتيف، يبقى نقول ماينس اي اكس. جميل، ايكوال اي، ادي اول حاجه في الانجكشنز، بلس بلس جي اللي هو جفرمنت سبيندنج او جفرمنت اكسبندتشر، ماينس ماينس ايه الامبورتس تتحول الناحيه الثانيه ماينس اي ام. هل المعادله كده تبقى صح؟ اه تبقى صح. يعني خلي بالك، يعني لو جات لك بالمنظر ده وقال لك هو ده الايكواليبريم كونديشن هتقول له اه صح. ليه؟ لان الاي ام هنا بالنيجاتيف لما تحولها الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف، والاي اكس هنا نيجاتيف لما تحولها الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف، هيطلع لك المعادله الاصليه اس بلس تي بلس اي ام ايكوال اي بلس جي بلس اي اكس. جميل، تعال نشوف اهوت، ادي السيركلر فلو، ادي الدياجرام شكل بتاع النموذج التدفق الدائري. احنا اتفقنا ان الاقتصاد بيتكون من اربع قطاعات، ادي قطاع اللي هو الريست اوف ذا وورلد فوق اهو اللي هو الفورين سيكتور العالم الخارجي، وفي الهاوس هولد، الهاوس هولد اللي هم احنا كافراد اللي هو القطاع العائلي، وفي الفيرمز اللي هي الشركات اللي موجوده جوه الاقتصاد، وفي الجفرمنت. جميل، ده بيطلق عليه الايه السيركلر فلو دايجرام ان ان اوبن ايكونومي، في اقتصاد مفتوح لانه في ريست اوف ذا وورلد مفتوح على العالم الخارجي، ويز جفرمنت وفي حكومه. جميل حضرتك، تعال نشوف العلاقات اللي ما بين الاربع قطاعات دول، العلاقات التفاعل اللي بيتم بين الهاوس هولدز الافراد او القطاع العائلي، الفيرمز اللي هم الشركات، الجفرمنت سيكتور قطاع الحكومه، والريست اوف ذا وورلد او الفورين سيكتور. تعال نشوف مع بعض. طبعا ادي شايفين اول حاجه لو جينا بصينا للريست اوف ذا وورلد العالم الخارجي، الافراد احنا كافراد بنعمل ايه؟ بنتجه للشركات الخارجيه اللي موجوده بره، نشتري منها منتجاتها، نشتري منها منتجاتها اللي هي تعتبر سلعه مستورده، يبقى احنا بناخد منها حاجه اسمها امبورتس اهو، امبورتس اللي هي واردات بنستهلكها. احنا عندنا مثلا في مصر انا راكب عربيه مستورده، حضرتك عندك لابس نظاره في مستورده، بنتنا اللي بتحضر المحاضره مش عارف لابسه ملابس مستورده، واحد بيلعب كوره في النادي الاهلي ولا في الزمالك لابس كوتش اديداس مستورد من بره. فالافراد بيشتروا حاجات من العالم الخارجي يطلق عليها ايه امبورتس اهو. بص بقول لك ايه مكتوب ايه، بورشس اوف فورين ميد جودز اند سيرفيسز اللي هم مشترياتهم من السلع والخدمات اللي هي تعتبر مستورده اللي هي السلع الاجنبيه. طب ماشي جميل، برضو ريست اوف ذا وورلد اللي هم الاجانب والشركات اللي بره بتعمل ايه؟ بتيجي للشركات المحليه اللي عندنا في بلدنا تشتري المنتجات اللي تم تصنيعها محليا،
وتاخدها معاها بره، اللي بيسموها اكسبورتس، اللي بيسموها الصادرات. يبقى الريست اوف ذا اللي بيجوا عندنا عشان يعملوا ايه؟ purchases of domestically made goods and services by foreigners، اللي هم المشتريات الاجانب من السلع والخدمات المنتجه محليا، دي يطلق عليها exports. يبقى اهو ادي علاقه الهاوس هولدز بالريست اوف ذا وورلد، بيشتروا منه الامبورتس، والريست اوف ذا وورلد بيشتري من الفيرمز ايه؟ المنتجات بتاعتهم اللي يطلق عليها exports. جميل. طب علاقه الحكومه، الجفرمنت اللي في النص بالقطاع دوت اللي هو هاوس هولد من ناحيه والفيرمز من ناحيه تانيه، ايه العلاقه اللي بينهم؟ بسيطه جدا. اول حاجه الجفرمنت، بساعات بتشتري حاجات من الشركات، تشتري منتجات من الشركات. يعني احنا مثلا، انا بشتغل في كليه التجاره جامعه اسكندريه، واللي هي تعتبر بتنتمي، جامعه اسكندريه بتنتمي لوزاره التعليم العالي، يعني حكومه، صح كده؟ وزاره التعليم العالي دي حكومه. بتعمل ايه؟ بتشتري من الشركات منتجات مختلفة، بتشتري منها مكاتب، تشتري منها كمبيوترات، تشتري منها كذا. يبقى purchases of goods and services بتشتريها من الفيرمز، من الشركات. جميل جدا. وفي نفس الوقت الفيرمز لما بتكسب بتدفع للحكومة تاكسز. يبقى بص اهو، يبقى الحكومة بتشتري من الشركات، والشركات لما بتكسب بتدفع للحكومة تاكسز، ضرائب. جميل. طب تعالى نشوف الجفرمنت والهاوس هولدز. الهاوس هولدز اهو الحكومه بتدي للهاوس هولدز، للافراد بتديهم ويجز لو بيشتغلوا عندها. يعني انا راجل فرد اهو، انا هاوس هولد بشتغل عند الحكومه ببلاش، لا باخد ويجز. كمان بنعمل ايه؟ بناخد منها حاجه اسمها ترانسفير بيمنتس. ترانسفير بيمنتس اللي هي بنسميها مدفوعات تحويليه، اللي هي مدفوعات تحويليه زي الاعانات مثلا، سبسيدز، زي مثلا نقوله زي التموين، ده اسمه سبسيدز. انا باخد من الحكومه حاجه من غير ما اشتغل عندها، زي اعانات البطاله، subsidies to poor people، subsidies to unemployment، دي يطلق عليها حاجه اسمها transfer payment، وهنشوفها في الديفينيشنز اللي هنشوفها كمان شويه، تمام؟ في بارت 3 من المحاضره. طب وفي نفس الوقت مش الهاوس هولدز كسبوا دخل، بيدفعوا للحكومه ايه؟ taxes. يبقى زي ما الفيرمز دفعت للحكومه taxes، برضو الهاوس هولدز بيدفعوا للحكومه taxes، بيدفعوا لها ضرائب، تمام؟ طيب هل في علاقه بين الفيرمز والهاوس هولدز؟ ايوه، الهاوس هولدز هم كمان مش بس بيشتغلوا عند الحكومه، كمان هم بيشتغلوا في الفيرمز. يعني في ناس بتشتغل في شركات بترول، في ناس بتشتغل في شركات اتصالات، في ناس بتشتغل في شركات سيارات، في ناس بتشتغل في شركات مختلفه جوه بلدنا، جوه الاقتصاد. فلما بيشتغلوا، ببلاش؟ لا، بياخدوا في المقابل ويجز، صح كده؟ يبقى بيشتغلوا بياخدوا ويجز، اللي هو ويجز اللي هو عباره عن اجور. كمان بياخدوا حاجه اسمها ديفيدندز، اللي هو توزيعات الارباح. يعني في اشخاص شاريين حاجه اسمها ستوكس، اللي هو الاسهم بتاعت الشيرز بتاعت الشركات، اسهم الشركات، في مقابل ان هم في اخر السنه لو الشركه كسبت بياخدوا حاجه اسمها ديفيدندز اللي هو توزيعات الارباح، بياخدوا بروفيتس ارباح، بياخدوا رنت. واحد عنده بيت او عنده محل او عنده حته ارض، الشركه بتاجرها منه ببلاش؟ لا، الشركه بتدفع له حاجه اسمها رنت. هو ده يطلق على حاجه اسمها ايه؟ ده يطلق عليه حاجه، الشكل اللي قدامنا ده اسمه circular flow diagram in an open economy with government، بيوضح علاقه بين كام قطاع؟ بين اربع قطاعات: household, firms, government, rest of the world or the foreign sector. تمام. تعالى نشوفه تعليق، ده اللي هنشوفه ده تعليق على الرسمه اللي فاتت. طبعا التعليق ده انا بس بالمنطق، يعني مش متقعدش تحفظ كل ده، انت بس تبقى انت فاهم مش حافظ، ده المهم في القصه يعني. وكل الليله دي بتيجي صح وغلط تي ان اف ام سي كيو، وانا هوريك عينه على الاسئله اللي بتيجي في الجزء الثالث ان شاء الله في المحاضره. اهو هاوس هولدز في الرسمه اللي فاتت، اللي هم الافراد اللي احنا، ريسيف انكم فروم فيرمز. طبعا احنا قلنا ان الهاوس هولدز بيشتغلوا عند الشركات، صح؟ ببلاش؟ لا، بياخدوا مقابل كده ايه؟ انكم، بياخدوا ويجز، صح كده؟ تمام. يبقى الهاوس هولدز بيتلقوا انكم فروم فيرمز، لانهم بيشتغلوا عند الشركات، زي بلاك بيشتغلوا شركات بترول، شركات اتصالات، شركات سيارات وخلافه. طب وكمان ان ريسيف، برضو الهاوس هولدز ريسيف انكم منين برضو؟ اند فروم ذا جفرمنت، في افراد بتشتغل عند الحكومه، زي حالاتي انا دكتور في الحكومه في جامعه حكوميه، زي لو والد حضرتك ضابط شرطه فبرضه بياخد مرتبه من الحكومه، لو وحضرتك والده حضرتك بتشتغل مثلا سي مدرسه ولا حاجه، فهي بتاخد انكم
من الحكومة، لو بتشتغل في مدرسة حكومية يبقى الـ households receive income منين؟ من الـ firms ومن الـ government، لو هما بيشتغلوا هنا أو هنا. تمام. طب والأفراد بيعملوا إيه؟ بيشتروا سلع وخدمات بالمقابل الفلوس اللي بياخدوها، الـ income اللي بياخدوه بيعملوا إيه؟ بيشتروا بيها سلع وخدمات منين؟ من الـ firms، صح كده؟ and use this income to purchase goods and services from firms، وبيستخدموا الدخل ده إنهم يشتروا سلع وخدمات من الشركات. تمام؟ طيب، طب علاقة الشركات بالحكومة إيه؟ إن الـ firms pay taxes to the government، الشركات في الرسم اللي فات وضحنا إن هم بيدفعوا ضرائب للحكومة، صح كده؟ طيب جميل. طب وإيه كمان؟ وكمان الـ firms وكمان الـ households purchase foreign made goods and services اللي بنسميها imports. بص لو بصيت في الرسمة اللي فاتت هتلاقي إن الـ households purchase foreign made goods and services منين؟ من الـ rest of the world، بيشتروا سلع وخدمات مستوردة من الإيه؟ من القطاع بتاع العالم الخارجي. جميل. طب الـ firms receive payments from households، بيتلقوا payments، بيتلقوا ثمن السلع والخدمات اللي بيبيعوها للـ households. أنا كـ household اشتريت تلفزيون من الـ firm ببلاش، لا بعمل payments بدفع لهم ثمنه. أنا كـ household اشتريت نظارة من شركة ببلاش، لا بدفع البيمنتس بتاعتها تمنه لمين؟ للفيرمز. طب وايه كمان؟ وبرضه الفيرم ريسيف بيمنتس فروم ذا جفرمنت، لو الحكومة اشترت من الشركات بتدفع، الحكومة بتدفع للشركات. جميل. بتدفع تمن ايه؟ فور جودز اند سيرفيسز، السلع والخدمات اللي اشتروها من الفيرمز. جميل. طب الفيرمز، بص النقطة دي كلها بتتكلم على الفيرمز، باي ويجز بيدفعوا اجور لمين؟ للهاوس هولدز. وبيدفعوا ايه؟ ديفيدندز، بيدفعوا توزيعات ارباح، بيدفعوا انترست، بيدفعوا فوائد، وبيدفعوا رنتس، بيدفعوا ايجار لو كانوا مأجرين حاجه منين؟ من الهاوس هولدز. جميل. كمان الفيرمز بيدفعوا تاكسز، بيدفعوا تاكسز لمين؟ للجفرمنت، بيدفعوا تاكسز للجفرمنت، للحكومه. كل ده من في الرسمه اللي فاتت، يعني بالمنطق. جميل. مش بالحفظ، ما تقعدش تحفظ ده. طب الجفرمنت بقى، الجفرمنت طبعا بتتلقى تاكسز، بتاخد ضرائب. في الرسمه اللي فاتت بص هتلاقي ان الحكومه كانت بتاخد ضرائب من ناحيتين، الحكومه كانت في النص بتاخد ضرائب من الفيرمز وبتاخد ضرائب من الهاوس هولدز. جميل. طب بتدفع، بتدفع مين؟ بتدفع للفيرمز وبتدفع للهاوس هولدز، بتدفع الاثنين اهو. and pays firms for goods and services. جميل. و pays الهاوس هولدز، بتدفع للهاوس هولدز، بتدفع لهم ايه؟ لو بيشتغل الهاوس هولد، لو فرد بيشتغل عند الحكومه بيدفعوا لهم ايه؟ ويجز تو جفرمنت وركرز، للموظفين اللي بيشتغلوا في الحكومه. بيز انترست اند ترانسفير تو هاوس هولدز، بيدفعوا ترانسفير بيمنتس اللي هو عباره عن سبسيديز للبور بيبول، سبسيديز تو ان امبلويمنت اللي هو الاعانات اللي بتقعد قدام الناس الغلابه واللي هم اعانات البطاله وخلافه. جميل. طب تعالى نشوف العالم الخارجي، بيبول ان اذر كانتريز لما بيجي يشتروا حاجات من عندنا دي بيطلق عليها ايه؟ exports، صح كده؟ people in other countries purchase goods and services produced domestically، بيشتروا سلع وخدمات اللي تم انتاجها محليا اللي بيطلق عليها exports. لما شفت فوق كان هنا ال rest of the world، هنا ال households بياخدوا منه imports، صح كده؟ وهنا بياخدوا من ال firms بياخدوا منها ايه؟ exports. بص في الرسمه اللي فوق، في الرسمه اللي في السلايد اللي فاتت من الجزء اللي فوق هتلاقي الكلام ده موجود. ممكن دي تكون رسمة بتوضح برضه نفس الرسمة اللي فاتت بس بشكل مختلف شوية. أهو إحنا اتفقنا عندنا هنا households اللي هو الأفراد، وهنا الفيرمز، وهنا الجفرمنت ادي ثلاث قطاعات، وفي الفورين سيكتور، وممكن نزود عليه بانكس اللي هم الإيه؟ البنوك. تمام. الهاوسهولدز زي ما قلنا بيشتروا بورشس فورين made goods and services اللي بنسميها imports، والفورين سيكتور او الفورينر الاجانب بيجوا عندنا بلدنا يشتروا منتجات انتجتها الشركات المحليه اللي يطلق عليها ايه؟ exports. اهو جميل. طيب، طب الهاوس هولدز، الهاوس هولد ايه علاقتهم بالبانكس بالبنوك؟ لو معاهم فلوس زياده عن حاجتهم بيعملوا ايه؟ بيروحوا البنوك يحطوها فيها، بيعملوا حاجه اسمها savings مدخرات. والبنوك بتعمل ايه؟ بتاخد الفلوس دي اللي احنا محوشينها فيها تديها للشركات، تديها للشركات كقروض عشان يعملوا بيها حاجه اسمها investments، استثمارات. يبقى ده اهو علاقه الهاوس هولدز بالايه؟ بالبنك والفيرمز. طب الجفرمنت، الجفرمنت اتفقنا انه الحكومه بتدي للهاوس هولدز government spending، انفاق حكومي. لو الهاوس هولدز بيشتغلوا عندها مثلا بتديهم ويجز،
لو الهاوس هولدز مثلا فقراء، الحكومه بتديهم government spending اللي هو subsidies مثلا او transfer payment. طيب نفس الكلام الجفرمنت بتشتري حاجات من الفيرمز، فالجفرمنت بتاع حاجه اسمها government spending على منتجات الشركات، purchase goods and services from firms، بتدفع ثمنها government spending. تمام. طب الفيرمز في المقابل لما بتكسب بتدي للجفرمنت تي اللي هي taxes، والهاوس هولدز لما بياخدوا income بيدفعوا للحكومة عليه حاجة اسمها taxes، ضرايب. يبقى ده الهاوس هولدز بيدفعوا للحكومة، والفيرمز بيدفعوا للحكومة، بيدفعوا حاجة اسمها ايه؟ تي taxes. جميل. طب علاقة الهاوس هولدز بالفيرمز، الأفراد بيشتغلوا عند الفيرمز ببلاش؟ لا، بفلوس، بياخدوا منها حاجة اسمها income. جميل. والأفراد ياخدوا الانكم ده يروحوا يشتروا بيه منتجات الشركات اللي بيعملوا بيه حاجة اسمها consumption، استهلاك. تمام. طبعا يعني ده كتبسيط للايه، للكلام اللي فات يعني.